and thereof and racing انطلاقة غير موفقة لدينا الجواد رقم 4 لكروش 1854 بينما انطلاقة سريعة للربدة 1795 مع الفارس عدنان جعفر المركز الثانية الصقلاوية 1006 مع الفارس تبيوا مانوكسا المركز الثالث تتواجد الكروش 1854 مع الفارس حسين مكي بينما المركز الرابع لدينا المرشح الأولى الكروش 1786 مع الفارس عبد الله فيصل إذا نعود إلى الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع الربدة 1795 مع الفارس عدنان جعفر المركز الثاني انطلاقة الصقلاوية M 1006 مع شعار المحمدية في المركز الثاني المركز الثالث هنالك التقدم أيضا يأتينا من قبل الكروش 1854 مع الفارس حسين مكي بينما المرشح الأولى الربدة حتى الآن في وضعية الانتظار مع الفارس عبد الله فيصل لا تزال الصدارة والمركز الأول حتى الآن مع الربدة 1795 بينما تخطف الصدارة الآن من قبل الكروش 1786 مع الفارس عبد الله فيصل إذن المركز الأول والمركز الثاني لمصلحة المضمر حسين الديلمي إذن حتى الآن الصدارة مع الكروش 1786 مع الفارس عبد الله فيصل والمحاولات قائمة من قبل الربدة 1795 لكن المرشح الأولى من تطير على كأس الروضة المركز الثاني الربدة المركز الثالث جاد به الكروش بينما المركز الرابع الصويتية 1819 مع حسن الصفار نشاهد معكم أعزائنا المشاهدين التتويج حل في ساحة العرض مع السيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي لشؤون العمليات بالنادي يقدم كأس الروضة للجيادة العربية إلى السيدة لويس مسؤولة الجيادة العربية بالاسطبلات الملكية ويظهر معنا عبد الله فيصل وهو يتوج بالكأس مع السيدة لويس